للمزيد مشاهدينا حول المساعدات وحركة عبور الشاحنات للأشقاء في قطاع غزة يطلعنا عليه من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. يعني المعبر لازال يعمل على مدار الساعة حتى في الإجازات الرسمية. اليوم المعبر يفتح أبوابه لاستقبال الجرحى والمصابين، يتم تقديم الخدمات الصحية الأولية والكشف على الحالات المصابة داخل المعبر لتحديد نوعية الإصابات، ثم توزيع المصابين على المستشفيات المخصصة، سواء كانت المستشفيات في محافظة شمال سيناء، مستشفى الشيخ زويد، ثم مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، أو حتى المستشفيات الأخرى في مدن القناة على حسب الإصابات التي يعني يأتي بها المصابون من داخل قطاع غزة. أيضا نتحدث عن أن المعبر لازال يقدم التسهيلات لمزدوجي الجنسية الذين يصلون من خلال معبر رفح المصري. كل الأطقم التي تعمل داخل المعبر هي تعمل على مدار اليوم. أيضا استقبال الشاحنات، لازالت الشاحنات تتدفق على معبر رفح البري وتدخل من خلال هذه البوابة دخولا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الشاحنات أيضا التي تصطف أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري، وأيضا بجوار مطار العريش الذي لازال يستقبل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة. قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى الغذاء، لأن برنامج الأغذية العالمي كان قد أشار إلى أن الأسابيع المقبلة سيكون هناك مجاعة حقيقية داخل قطاع غزة، فلا بد من إدخال مزيد من المواد الغذائية، وهذا ما تعمل عليه مصر في تجهيز آلاف الأطنان من المواد الغذائية المختلفة لدخولها لقطاع غزة. وكان آخر هذه المساعدات والقوافل التي تم تجهيزها ودخولها القافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي دخلت بالفعل إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء هناك. فإذا مجهودات مصرية كبيرة تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار كل أنواع الدعم. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.